نذهب إلى ضيف آخر من مدينة كوفنتري لبريطانيا، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، لنسأله عن الخبر العاجل الذي نقلناه قبل قليل حول مقتل 8 من الحرس الثوري الإيراني في قصف إسرائيلي فوق حماة واللاذقية. سيد رامي مساء الخير، ما هي التفاصيل حول هذا القصف أمس الأول؟ نعم، طبعا 5 منهم قتلوا في ريف حماة الشمالي الغربي وتحديدا على الحدود الإدارية مثل ما صرت على الحدث في مقر كان يتردد عليه الحرس الثوري الإيراني، ولكن تبين بأنه مقر للحرس الثوري الإيراني منشأة عسكرية تقع في تلك المنطقة، وأيضا 3 آخرين بينهم سوري من الحرس الثوري الإيراني قتلوا أيضا في ريف اللاذقية، وهناك جرحى بينهم قيادي عسكري في حزب الله لبناني متواجدين في أحد المشافي العسكرية وسط سوريا، أي أن هناك قتلى وجرحى من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله لبناني. تفضلي. شكرا لك على هذه الإحاطة، ضيفنا من مدينة كوفنتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.